جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى: والدتي كثيرة الدعاء على أبنائها أولاد وبنات بسبب أو بغير سبب، ولا تدعو إلا بسيء وسيء جدا، وتسببت في مرض أخي الكبير، مرض نفسي، حيث أنه متدين جدا ويخشى العقوبة، ولكثرة ما يسمع من الدعاء عليه وعلينا أصيب بهذا المرض، وهو الآن من مراجع الصحة النفسية. فرجائي توجيه كلمة لنا ولوالدينا، عسى الله أن ينفع بكلامكم، جزاكم الله خيرا. أولا على الأولاد أن لا يغضبوا آباءهم، أن لا يغضب الولد والديه، لأن هذا يسبب أن يدعو عليه، ودعوة الوالد مستجابة، فعلى الولد أن يرفق بوالديه وأن يحسن إليهما وأن يتلطف بهما، وإذا بذل هذه الأمور فالغالب أن الوالدين لا يحرجان عليه ولا يغضبان عليه فضلا عن الدعاء عليه، وإنما العكس، وهو أن يدعو له بالخير والتوفيق إذا أحسن إليهما وقام بما يستطيع من حقهما بالملاينة والملاطفة وخفض الجناح والرفق كما أمر الله جل وعلا بذلك. ثانيا على الوالد أن لا يصل به الحد إلى أن يدعو على أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو أن يدعو على أولاده لئلا يصادف وقت إجابة، ولأن دعوة الوالد مستجابة، فعلى الوالدين أن يرفقا بأولادهما وأن لا يلجأ إلى الدعاء عليهما، وأن يحلم ويرحم أولادهما، والله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، فعلى الوالدين الرفق بالأولاد وعدم الدعاء عليهما، ولو حصل منهما ما حصل من الإساءة فبإمكان الوالد أن يوبخ ولده وأن ينصح وأن يعظه بدون أن يلجأ إلى الدعاء، أو أن يوصي من ينصح هذا الولد ويوصيه بوالديه ويذكره بما ذكر الله سبحانه وتعالى للوالدين من الحقوق وما حرم من العقوق، فالمناصحة يحصل بها المقصود. وأما الدعاء على الأولاد بالسوء فإن هذا مضرة على الأولاد ومضرة على الوالدين أيضا.